السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، حيا الله المغامرية، حيا الله الأدفنشرية في كل مكان، شو أخباركم؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا طيبين وبصحة وسلامة وعافية. أول شيء أحب أشكر المتابعين الجدد وأقول لهم أهلا وسهلا بكم في قناتكم إن شاء الله رب العالمين، وأحب أشكر اللي سوى لي لايك وشير وعلق تعليق إيجابي، يعطيكم العافية. اليوم عندنا شيء جديد، والشيء هذا عبارة عن شو؟ عبارة عن تراكيب. شو يعني تراكيب؟ يعني التراكيب الموجودة أمامنا، هذه التراكيب تشوفونها قدامكم، هاي مجموعة تراكيب. أنا ما بتكلم عن هذه التراكيب، لكن بتكلم الحين عن شيء نحن اليوم نستفيد منه كمغامرية. أنا بحكم اطلاعي البسيط على أغلب فلوقات الشباب الموجودين اللي يصورون الكاميرا من أمامهم في منتج جربته شخصيا، وإن شاء الله بعرض لكم الفيديو كم من فيديو منه. هذا المنتج عبارة عن هذه الكاميرا، هذه الكاميرا اللي هي انستا 360 1R. هذه الكاميرا عبارة عن شو؟ عبارة عن تراكيب، نفس التراكيب اللي رويتكم إياها قبل شوي. هاي التراكيب، أول شيء هذه الكاميرا أعزائي المتابعين عبارة عن فك وتركيب. شو يعني فك وتركيب؟ يعني اليوم أنا أقدر أبطل الكاميرا من خلال النقطة هذه، شوفوا كيف تبطلت معي، وأقدر أفصل الكاميرا. اليوم الكاميرا هذه تتكون من أكشن كاميرا، وتتكون الله يسلمكم من عدسة 360، يعني تحتوي على اليوم على عدستين مهمات. العدسة الأولى اللي هي الأكشن كاميرا، تصوير 4K ممتازة جدا، والعدسة الثانية عبارة عن 360. تلاحظون معي في عدستين موجودة، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، هذه وهذه. دقة التصوير في 360 5.7. على اليوم كمغامر محتاج الكومبينيشن بين هاي الأشياء كلها، هاي عبارة عن تراكيب، نفس التراكيب اللي تو رويتكم زي المتابعين. نفس ما شفنا عملية، ما شفنا تجميع الكاميرا وعملية تبطيله. أول شيء هذه البطارية، هذه البطارية تشحن اليوم الكاميرا لمدة تقريبا 50 دقيقة متواصلة. لابد احنا اذا بغينا نصور اكثر ناخذ البطارية الاكبر او نشبكها اليوم بالباور بانك عن طريق الواير هذا. خلونا مع بعض نشوف عملية التركيب. اول شيء اخذ الشاشة الرئيسية، هاي شاشة الكاميرا اللي انا اقدر اتحكم فيها، وبراويكم ان شاء الله اياها كيف ممكن نتحكم فيها، تمام؟ على اساس عملية التسجيل بصورة سريعة، انا اقدر اركب الكاميرا بالطريقة هذه، الكاميرا هاي، واقدر اركبها بالطريقة هاي، لكن اليوم انا ابغي اشوف، تمام؟ ابغي اشوف عمري وانا اصور، اخذ اركب الكاميرا بالطريقة هذه، تمام؟ واخذ البطارية واركبها بالطريقة هاي، تمام؟ فهذه الكاميرا ضبطت معي، اقدر اشوف السيلفي من خلال الشاشة الموجودة، اقدر اتحكم بصورة سريعة. انا ما ابغى اشوف عمري وانا اصور، ممكن ابطله واغير الصوب الثاني، تمام؟ هذه بالنسبة لتركيب الكاميرا. طبعا الكاميرا عبارة عن هيفي ديوتي، الكاميرا حق الاكشن، ضد الماي حتى 5 متر تقريبا. ديزاين الكاميرا جميل ويعطي انطباع اليوم وصغر حجم. اليوم انا اقدر اتحكم في هذه الكاميرا بكل سهولة وبكل اريحية. تعالوا مع بعض نشوف كيف اليوم تركب الكاميرا في البيت الخاص فيها. هذا البيت الخاص فيها تركيبه بصورة سهلة، احط الكاميرا داخل وسكرها، مجرد كليب بالطريقة هذه. الكاميرا الان اصبحت جاهزة لعملية، مجرد اضغط فص التسجيل تبدأ الكاميرا في عملية التسجيل، بتلاحظون الصورة موجودة امامكم بالطريقة هذه. كاميرا ممتازة جدا، 5 متر تحت الماي، فيها مانع التزاز ممتاز جدا لعمليات التصوير بصورة عامة. يعني انت ركب الكاميرا وروح يا حبيبي، لا تتريى شيء. العيب الوحيد اللي فيها الباب الصغير الموجود امامكم. هذا الباب الصغير في عيب صغيروني كذي، يس يا ريت ان شاء الله ان الشركه تعدله وتغيره. هذا الباب نقدر نبطله بكل سهوله، بطلنا الباب بكل سهوله. ليش؟ على اساس اني ابدل الميموري كارد اذا فولت عندي الميموري كارد، او اني شو اسوي، اشرجها من خلال الباور بانك. بس فيها مشكله في عمليه اغلاق هذا الباب، يباله وقت طويل او وقت يعني اساس اني انا سكره، لكن علموه بالباب هذا ينجلع اقدر اجلعه. الكاميرا الان شغاله على وضع التصوير، مجرد اني اضغط عمليه التصوير تبدا الكاميرا بصوره سريعه باقل من الاجزاء الثانيه تصور المكان اللي انا فيه، تمام؟ كاميرا جدا ممتازه. تع-
تعطيني اليوم انديكيتر في الخلف ان الكاميرا ياس تسجل. السلام عليكم، يعطيكم العافية، كيف الحال، حياكم الله. فالكاميرا تعطيني صورة تسجيل سريع، والشاشة الموجودة في الكاميرا شاشة جدا جدا متميزة، براويكم اياها ان شاء الله. طب الشيء المهم في الكاميرا هذه العصا اللي طولها تقريبا متر وشوي، تشوفونه معي، هذه العصا طولها متر، هذه يسمونها انفيزبل ستيك. شو يعني انفيزبل ستيك؟ هذه العصا من اسهل عمليات تركيب اليوم، انا مجرد اني اركب العصا في الكاميرا بالطريقة هذه اقدر اصور سلك. الشيء المميز في هذه العصا يا جماعة الخير انها تشتغل بصورة مخفية جدا. كيف يعني بصورة مخفية؟ لاحظ امامنا الان بعد ما ركبت انا العدسة 360 تحتوي على عدستين، تشوفوا المساحة الميتة في تقاطع العدستين هاي. لحظة شوي خلنا نبين لكم اياها، تقاطع العدستين تشوفون كيف الصبع، تشوفون يدي كيف الان الوضع مختفي، لكن اذا سويته كذي بيبين. في عملية التصوير تختفي هذا الخط الموجود هنا، براويكم ان شاء الله اياها عرض وانا صاعد على جبل جيس مصور بصورة كأنه في درون يتبعني في عملية التصوير. ليش هذه الكاميرا متميزة جدا؟ اغلب الشباب في عملية سواقتهم للدراج يحطون كاميرا امامهم، يحطون الكاميرا امامهم على اساس انه يسجل وجه الشخص اللي يسوق الدراجة، تمام؟ لكن اليوم انا طلعت لكم بفكرة جديدة وفكرة بتفيدكم ان شاء الله. ان اليوم انا مركب الكاميرا هذه بزاوية تقريبا، خلنا نقول لكم بزاوية 100 زاوية 90 عفوا باتجاه الشارع. طبعا انا من خلال السواقة هذه اقدر اصور المنطقة المحيطة في الكاميرا، يعني اليوم هاي الكاميرا تعطيني سهولة في عملية اختيار الصورة المناسبة في السواقة او في التصوير، فهي مهمة جدا وممتازة جدا صراحة في عمليات التصوير. وعملية اليوم تعطيك انطباع اليوم كيف انت تختار الصورة اللي انت تباها، يعني شو عليك يا حبيبي، شو عليك يا زميلي، انك تصور ترفع العمود هذا، ترفع السيلفي وتخليه بعيد عنك مسافة بالطريقة هذه وتبدأ عملية التصوير. وطبعا بتقول لي ان هاي العصا بتبين ما بتبين، وراويكم اياها ان شاء الله في الفيديو. تعطيك اليوم حرية في اختيار وتنقي صورة، يعني صور وروح وتوكل على الله، لا تحاتي شيء، ابحر مرة في عملية التصوير واختار الصورة المناسبة. الشيء المميز اعزائي المتابعين في هذه الكاميرا ان فيها ابليكيشن، هذا الابليكيشن الله يسلمكم يساعدني ويسهل علي اليوم، اني انا انزل الصور الموجوده عندي في الكاميرا دايركت وين في التليفون، ومن التليفون دايركت على السوشيال ميديا وعلى الانستغرام وعلى اليوتيوب. هذا البرنامج الموجود فيه يسمونه انستا اب، هذا البرنامج الله يسلمكم يعطيني اليوم حريه في عمليه مونتاج الكاميرا بصورة أسرع قبل ما أسير أنا وين، قبل ما أسير الله يسلمكم الكمبيوتر، يعني أقدر أسوي مونتاج من خلال التليفون أو من خلال الآيباد. أنا دائما يعني أسوي مونتاج من خلال الآيباد لأن أسرع وأسهل وسهولة التنقل، تمام. طبعا أعزائي المتابعين الكاميرا جدا سهلة الاستخدام وبسيطة جدا، تلاحظون معي الكاميرا كيف ما شاء الله زواياها. طبعا بطلت الباب هني، هذا الباب بطلت الباب هذا، ليش؟ على اساس ان لعوزني شوي في عمليه اني ادخل الكاميرا واقدر اطلعها. اليوم انت تقدر تفتح الباب هذا لسهوله، اليوم الشرش تشبكها باليو اس بي تايب سي اللي هو الواير التابع لها، او انك تشبكها بالباور بانك. الكاميرا هذه جدا جدا رائعه يا جماعه الخير، تلاحظون كاميرتين على اليمين على اليسار اللي هي 360. عمليه استخدام هذه الكاميرا سهله جدا، مجرد اني اضغط على زر التشغيل تبدا الكاميرا في فتح الشاشه الرئيسيه اللي تحتوي اليوم على المواصفات الخاصه بها الكاميرا. عمليه اللهم سحب اليوم الاشياء اللي انا مسجلنا من اليمين الى اليسار، يعني ما شاء الله بتلاقي فيها يعني وايد خيارات موجوده. الكاميرا هذه الله يسلمكم فيها مواصفات كثيره جدا، يعني لعل اليوم الفيديو الخاص فيها ما يعني الفيديو خاص الفلوق خاص فينا ما نقدر نغطي كل الاجزاء. الشيء المميز في هذه الكاميرا يا جماعه الخير ان هذه الكاميرا اذا بغيت انا اتكلم اليوم سيلفي وصوت بعيد ما عندي اليوم واير او شيء، اقدر استخدم الايربود الخاص بالايفون، مجرد اشبكه هني، هذا تلاحظونه معي، انا اكبر الشاشه، هذا اللي هو الايربود، مجرد ان اضغطها تشبك اوتوماتيك مع الايربود الخاصه بالايفون. طبعا فيها ميزه التسجيل الصوتي،
تصور معانا الكاميرا حتى حد 5K 5.7، فيها يعني خيارات جدا جدا جميلة. ممكن أنا أصور سيلفي، ممكن أغير وضعية التصوير من الكاميرا هذه حتى الكاميرا هذه بكل سهولة. تلاحظون معي كيف أقدر أغير من هني، من الكاميرا الأمامية للكاميرا الخلفية. عملية التسجيل سريعة جدا، مجرد أني أضغط على الفص بدأ في عملية التسجيل. بنلاحظ أن الليت الأحمر بدأ يومض، ينبهني اليوم أني في تسجيل صاير في الكاميرا. فجدا ما شاء الله جدا جميلة وجدا مريحة، وصراحة وايد وايد فادتني في رحلاتي. إن شاء الله بصوركم إياها. طبعا ضد الماي حتى 5 متر، يعني انت بتسوق في الاوضاع الماطرة او الاوضاع اللي فيها غبار ورمل، وروح يا عمي لا تحاتي شيء. الاكسسوري اللي يركب على الجو برو يركب على الانستا 360 مثلها، مثل اوزمو اكشن، يعني لا تعور راسك ولا تصدع راسك. يعني القطع الغيار الخاصة بعمليات التصوير بشكل عام موجودة وجاهزة وسهلة التركيب. بس اللهم انت عليك انك تشتري الكاميرا هذه. وصراحة يعني أنا أنصح بشدة الفلوغرية الإداد اللي بدوا مثلي، يعني بدوا في عملية هذا التسجيل فيس تو فيس، أن يأخذون هاي الكاميرا، لأن يا جماعة بتغطي لي البيئة اللي أنا أسوق فيها، مش فقط وجهي والكلام اللي أنا أقوله، لا حتى عملية البيئة المحيطة في تسجيل الكاميرا. ليش تشتري الكاميرا هذه صديقي المغامر؟ ليش صديقي اللي بتصور فلوق بتشتري هذه الكاميرا؟ هاي الكاميرا بتغنيك عن وجود اليوم كاميرتين في نفس المكان. له شو اقصد بالكاميرتين؟ انا اقصد بالكاميرا 360 والكاميرا الاكشن. فجدا جدا ممتازة وجدا رائعة، طال عمركم في عملية التصوير بشكل عام. العيب الوحيد اللي فيها البطارية. بطاريتها يعني ما تعطيني اليوم مدى طويل. لازم يكون معي باور بانك خلال رحلاتي دائما، على اساس اني ابدا في عملية تصوير متواصلة وعملية تصوير ممتازة جدا، خاصة في المغامرات، سواء كانت المغامرات الماطرة أو حول المغامرات اللي فيها الشمس كثيرة أو شمس كبيرة، على أساس أنه ما تتأثر اليوم الكاميرا. طبعا أعزائي المتابعين، الكاميرا اللي تكلمت عنها اللي هي الانستا 360 1R، اللي هي هذه موجودة عندي. هذه الكاميرا يعني صراحة أثبتت نجاحها بجدارة، لأن اليوم تعطي متعة في التصوير. أنت اليوم كمتابع تبغى تشوف، مش تشوفني أنا وأنا أسوق فقط، ولا تشوف وجهي، ولا تشوفني وأنا أتكلم، لا، أنا أباك تشارك معي في البيئة اللي أنا يعني أحس فيها، سواء كانت صحراوية سواء كانت رملية. في فلوق من فلوقات اللي هو يعني كنت مسمينه، بحط لكم الرابط ماله تحت، اللي هو استغرقت من درجة الحرارة في شهر 7. هذا الفلوق انا صورت جزء منه من ال 360، لكن الحمد لله يعني كانت الامور طيبه وكان يعني شيء ممتاز. في بدايه حلقتنا يوم تكلمت عن موضوع الله يسلمكم التراكيب الموجوده هني اللي هي شركه الليجو، فكره الكاميرا هذه جاءت بناء على افكار تراكيب الليجو في سهوله التركيب والفك والتركيب مثل ما يقولون. فالعموم يا جماعه يعني اتوقع اني وفقت في شرح هذه الكاميرا. كاميرا ممتازة، كاميرا جميلة. أنا ما أشجع أنك سر واشترى إذا أنت ما عندك أكشن كاميرا من قبل، يعني مثل الجو برو أو الأوزمو أكشن. أنا ما بقول لك روح اشتر الكاميرا هذه كأول مرة، لا، أنت خل عندك كاميرا ثمرة احتياط، وتكون إذا أنت بغيت اليوم تتفنن في عملية تصويرك لرحلاتك وسيراتك ورداتك، بالعكس هذه الكاميرا بتفيدك وبتعطي اليوم يعني حس للمكان ونوعية التصوير اللي حواليك بشكل عام. يعني هذه إن شاء الله أنا بعتمدها دائما في رحلاتي، لأني أبغي أنقلكم اليوم البيئة اللي أنا أمشي فيها، سواء كان في البر، في البحر، ما في الجو طبعا. لا تقولوا لي في الجو اقدر اصور، نعم اذا سافرت بالطياره ان شاء الله بصورها في الجو. فالكاميرا جدا جميله، بحط بعض اللقطات الموجوده فيها. على العموم يا جماعه، ناتي الان الى ختام الفلوق. طبعا فلوق سريع وممتع جدا، يعني صراحه انا اقول لكم اتمنى ان شاء الله التوفيق. الله الله باللايك لا تنسون والشير، وان شاء الله رب العالمين يعني التعليق الايجابي. واقول القناه تكبر فيكم وبكم ان شاء الله رب العالمين. يعطيكم العافيه،
سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.